في القدس صدم مستوطن يهودي مجموعة من الفتية الفلسطينيين بسيارته عن عمد في مدينة القدس المحتلة وأصاب 4 منهم بجروح. وقال الشهود عيان أن مواطنين كانوا يرشقون عددا من المستوطنين بالحجارة في ساحة البراق وحاولوا اعتراض سيارة المستوطن قبل أن يقودها باتجاه مجموعة منهم ويصدمهم. وقال متحدث باسم سلطات الاحتلال أن الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث لكنها لم تعتقل المستوطن صاحب السيارة حتى الآن. كنا رايحين من الصلاة أولاد قاعدين بطبشة وكنت أروح بعدها هيك طرت بالهواء وقعت على الأرض. بعدها بعرف شو صار. هذا اللي صار. اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي